قعدت زي تسمعنا ذا الحين وإيش رأي هذا هو ذا الحين بدأ نسمع اسمع زين وعي خلق كلامنا اسمع قلبك أنتم هذا ما تحصلتوا وهذا فعلي مناكم طلعتم في على الشاشة بالشكل الغير مطلوب يا أخي أنت سلطان إذا ما كان هناك على ما قال أبو عنزي هناك جروب تفكيك هذه النسخة فهذا ثنائي سمع يا أبو حمود الجروب الخفي اسمه الجروب الخفي نعم. ليه نقول جروب خفي ليه ما نسميه يا طويل العمر أيوة الله أكبر هذا العضو الثاني لا ترى حتى هذا في الجروب هذا نفسه يعني الجروب أعلن الجروب أعلن بالغلط الجروب هم أعلنوا بالغلط يا وجهت إن أخطى أبو عنزي يا رجع أعطاهم الجروب الخفي يا رجع هذا الجروب العلمي النائم يا مسلم أعلن الجروب أعلنوا أسماهم والشيخ نائم نوم العوافي يا سلطان يا رجال من عندك يا أبو يوسف رسالة لعليان ولا سلطان أو رسالة لمناحي بما أنه مهاجم يا من قبل أحد المتسابقين أو اثنين منهم شوف أنا رسالتي لمناحي من البدايات مناحي قلت له أنا لا تعيش دور اللي تحرج أخوياك على الشاشة في المقابل ما تبغى أحد يحرجك هو دائما يلعب هذا الدور وكانوا هم الشباب الجروب ايش سميت الجروب يا ابو علي الخفي لا عطوا اسم ثاني النايم احسن لا هو ما هو نايم الجروب ما هو نايم الجروب شغال شغال وبقوه وش نسميه شغال وبقوه شو نسميه المهم على نفكر له في اسم في الويكند هذا نطلع له اسم كان مناحي خليني اجي اقول عندهم صف ثاني انه هم كان في اشخاص خايفين منهم واشتغلوا عليهم لين خلصوا عليهم